فضيلة الشيخ، ورد أحاديث في فضيلة صلاة الإشراق، ما مدى صحة هذه الأحاديث؟ وإن لم تصح هل هي سنة؟ جزاك الله خير. العلماء اختلفوا في سنة الضحى، هل هي سنة أو بدعة أو فيها التفصيل، وأقرب الأقوال أن فيها التفصيل، وهو أن من اعتاد أن يقوم من الليل فإنه لا يواظب عليها، ومن لم يعتد القيام فإنه يواظب. هذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله، لكني أقول إنه جاء في الحديث أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وأنه يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فمن أجل هذا الحديث أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على ركعتي الضحى، لأنها تقع مجزئة عن جميع الصدقات التي تجب عليه. كل يوم تطلع الشمس على كل عضو منك صدق مجبر عليها، والأعضاء 360 عضوا، يجب عليك 360 صدقة، لكن ليست صدقة المال فقط، كل قول يقرب إلى الله فهو صدقة، كل فعل يقرب إلى الله فهو صدقة، التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، إماطة الأعداء عن الطريق صدقة، إعانة الراكب في ركوبه صدقة، لكن يجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فمن أجل هذا الحديث أرى أن يواظب عليها، أن يواظب عليها لأجل أن تقع هذا الركعتان مكفرة عن كل الصدقات. نعم.